بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دائما أروم باسم ربنا، فالحمد لله الذي أدبنا. تنفع لك لبا أسمنا الله، اسم جدا الله سما أدب أولا. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. رحمة سلامك الله نبا أنا يا كنج النبي محمد أوتوسنا، وآله وصحبه ذوي التقى والتابعين كلهم والأصدقاء. بنى لفى لنا بنى صحابة، بنسى نورا أكمانا بنجا كنجا. وبعد فالأداب زين المتقين،